يعني فيها سفير صيني، سفير روسي، سفير الامريكي، يعني 4 سفراء كلهم بيتحدثون اللغه. السفير نفسه الراجل جورباتشينكو ده بتاع روسيا توفى الله يرحمه، 20 سنه كان موجود في مصر، سفيرنا السفير الروسي في القاهره، وكان ابنه امه كانت بتترجم لتوفيق حكيم والعقاد بتاعه نجيب محفوظ، وابنه النهارده هو المترجم الاول بتاع بوتين. يعني العيله كلها يعني الراجل طنطاوي راح روسيا من حوالي يعني ايام القيصر، وعمل مدرسه للغه العربيه، واخد جايزه من دوله القيصر، وخد ودفن في روسيا، وهو اساس تعليم اللغه العربيه في روسيا. يعني يومها عايز اقول لحضراتكم الدول الاخرى تحاول تتعلم اللغه العربيه زمنا للتوظيف، يا اما يشتغل في الخارجيه، يا اما يشتغل في معهد الدراسات الشرقيه، وده بيعتذر في انا شفتها في اليابان مثلا، يعني جم يترجموا كتاب لولد، يعني فالولد الياباني بيتكلم باللغه العربيه، قول له انت اتعلمت فين؟ قال لي اتعلمت في معهد الدراسات الشرقيه، وكان ممكن ابقى سفير او استاذ جامعي، ويعني استاذه قال له ترجم لفلان وفلان. ليه؟ لان كان واحد اسمه مستر اوداكا كان موجود في القاهره، صديق لكل المفكرين المصريين، ويقعد معاهم بلغه. فانا عايز اقول لحضراتكم هي عايزه استراتيجيه، ولعل وعسى ادينا يا جماعه حطينا ايدينا على المشكله، ما الحل؟ فدي استاذتنا بقى تحدد لنا الحل. الحل باختصار شديد، كما كنت يعني الحل باختصار يعني اقول ان يعني عمليه تعليم اللغه العربيه كالشجره وارفه الظلال، علينا ان نعود بالجذور او نعمل على جذور تعليم او جذور المشكله او الجذور التي تساعدنا تقويه الجذور حتى تكون الشجره قائمه. النقطه الاولى، علينا ان نعمل على اهتمامات الطالب. ما هي حاجات الطالب؟ هلا فيما الجذر الاساسي من الجذور العمليه التربويه الطالب، فهم حاجات الطالب، اخذ راي الطالب بعين الاعتبار. لا اقول للطالب انت لا تفهم خلاص، انا اقول لك هذا امشي يمين يمشي يمين. علينا ان نفهم ما هي حاجات الطالب، ناخذ راي الطالب بعين الاعتبار، العمل على تحفيز الطالب، ما هي دوافع الطالب لتعلم اللغه العربيه، يعني تحقيق الانسجام والتفاعل في الحصه الدرسيه، يعني هذا شيء اساسي ايضا، تفاعل الطالب والانسجام. انتهينا من الطالب، ننتقل الى المعلم. المعلم ايضا من جذور الاساسيه في العمليه التربويه. ما هي ظروف عمل المعلم؟ هل يعني ايضا كيف اسس هذا المعلم؟ اذا دخل مثلا قسم اللغه العربيه لانه حصل على فقط مجموع بسيط، هذا هو المجموع الذي يؤهله، هذا ليس حلا. مثلا ظروف العمل، ما نجد هل معلم اللغة العربية يتقاضى نفس الأجر الذي يتقاضاه معلم الفرنسية أو معلم الإنجليزية؟ علينا أن نعمل على تحسين ظروف عمل المدرس. التأهيل والتدريب، يعني هذه مشكلة أيضا، علينا العمل على تأهيل وتدريب معلم اللغة العربية، أن نعطي وكالة للمعلم. ما معنى وكالة المعلم؟ هذا مفهوم أيضا يدرس يعني أو ظهر حديثا أيضا في الدول الغربية، توكيل المعلم وإعطاء الثقة للمعلم بأن يجري التعديل المناسب على المنهج بما يتناسب مع حاجة الطالب. لا نأخذ يعني المنهج كأنه قرآن علينا أن نمشي عليه، المنهج قابل للتطوير والتعديل بما يراه المعلم. أيضا المعلم يجب أن يكون لديه قراءة لحاجة الطالب وتعديل وتغيير، يعني أن نعطي القوة وأن نؤهل المعلم، ويعني نثق بقدرة المعلم على التغيير بما يتناسب مع حاجة الطالب، بما يتناسب مع حصته الدرسية. أما أن أقول له عليك على المعلم أن يمشي على المنهج، يعني هذا بصراحة يعني ظلم. تفضلي. التعديل ده طبعا دي برضو مش بقدرة أي معلم للأسف، لأن لازم المعلم أصلا يقف على أرض صلبة عشان يقدر يقاوح مع الموجه ومع الموجه. تمام، الأرض الصلبة، سننتقل إلى الأرض الصلبة الآن. يعني في مرة مثلا أنا جاي لي منهج النحو،
ادرسه بترتيب معين. انا لقيت الترتيب ده خطا. ليه؟ لان الدرس الاول انا هحتاجه مثلا في ثالث اسبوع مش في اول اسبوع، فبدت لهم بالثالث. لما جه المواجهه بيقول لي قلت له ما ينفعش، انا لما عشان اوظف الدرس ده كويس لازم اخده الاول. فسكت. يعني انت لديك الخلفيه الثقافيه او الخلفيه يعني الارض الصلبه حتى تناقشي في هذا الموضوع، حتى نستطيع ان نؤهل هذا المعلم. علينا ان نمكنه، تمكين المعلم يعني ياتي من خلال التدريب والتاهيل، ربما ايضا ليس فقط التدريب والتاهيل، ايضا المناهج والكتب الدراسيه، يعني اعطاء منهج وكتاب. يعني اولا الفكره الاساسيه تحرير المنهج من الأفكار القديمة يعني أو الأفكار الغربية. يعني أنا عادة في السياق الغربي، إذا كنا نتحدث في سياق المنهج الموجود مثلا في الدول العربية، علينا أن نحرره من المفاهيم المتصلبة. ليس فقط ترتيب، علينا أن نمشي على ترتيب معين، يجب أن نرى ما يناسب سياق تعليم. علينا أن نتحلى بالمرونة. تمام. أيضا يعني منهج مبني على أسس البحث العلمي، بحث علمي. علينا لا يعني لا يضيرنا ان اخذنا من اسس بحث علمي في تعليم الفرنسيه او تعليم الانجليزيه، دعونا ناخذ هذا ونطبقها على العربيه، نطبق ما يمكننا ان نطبقه، بدله تناسب مقاسنا وليست بدله على مقاس الاخر. الفكره ايضا فيما يتعلق بالمناهج والكتب الدراسيه، مناهج حديثه، يعني علينا ان نطور المنهج. يعني حتى الان نعود إلى منهج اللغة العربية كأن المنهج نفسه الذي درسنا عليه نريد أن ندرس عليه أبناءنا. والله هذا لا يجوز، إشحاف في حقنا وفي حقهم. يعني علينا أن نأخذ مناهج حديثة، أو يعني لا أقول تحديث المناهج، يمكن أن نضع مناهج جديدة تتناسب مع مقتضيات العصر، استخدام التكنولوجيا، التطبيقات الجديدة، الحوارات، الحوارات التي تناسب الطالب وليس حوار من عام 1900 من العصر الحجري. طيب، النقطة الأخيرة هنا في حل المشكلة طرائق وتدريس واستراتيجيات التدريس، طرائق مبنية على البحث العلمي، طرائق متنوعة. يعني إذا استخدمنا أفضل طريقة في التدريس حتى لو كانت مثبتة علميا في طرائق تدريس الإنجليزية، إذا كلما دخلنا إلى الدرس استخدمنا نفس الطريقة الطالب سيمل. يعني علينا أن ننوع، يوم نستخدم طريقة، اليوم التالي نستخدم طريقة أخرى، يوم نركز على مهارة الاستماع، يوم آخر نركز على المخرجات. يعني علينا التنويع والتشكيل، ليست فقط طريقة واحدة ولكن مجموعة من الطرق والاستراتيجيات حسب ما يعني حسب مصلحة الدرس وحسب مصلحة الطالب. طالب ليس له علاقة، مثلا أنا كل سنة يأتيني طلاب مختلفين، طلاب ربما يأتون لدراسة العربية لأهداف سياسية، يعني أن أدرسهم فقط أدب لا يتماشى مع احتياجاتهم، أو طلاب مثلا يأتون للاستمتاع أو العمل في الدول العربية، أن أدرسهم شيء ليس له علاقة بمجالات العمل، يعني أنا هذا إشحاق بحق طلابي. كل سنة أغير وأعدل المنهج فيما يتناسب مع طموحات الطلبة. في البداية أسأل الطلاب، أجري استبيان بشكل سريع، استبيان إلكتروني، لماذا تريد أن تتعلم اللغة العربية؟ لماذا تتعلمها؟ ماذا تريد أن تأخذ من هذا المنهج؟ بعض الطلاب يقول، أو مثلا غالبية الطلاب السنة الماضية قالوا لي نريد أن نتعلم اللغة العربية حتى نحصل على وظيفة. البعض يريد أن يعمل في السلك الدبلوماسي، والبعض الآخر يريد. رأيت ما هو التوجه العام لغالبية الطلبة وبنيت المنهج أو فصلت المنهج على قياسهم، غيرت. أما أن أقول لهم والله هذا المنهج قالوا لي درسي المنهج، يعني لا يمشي، يعني هذا لا يتماشى مع الخطة التربوية. إذن علينا أن نعمل على أكثر من جذر، الطالب، المعلم، المنهج التربوي واستراتيجيات التدريس. التخطيط اللغوي أو مثلا التوجه السياسي هذا أمر خارج عن إرادتنا، دعونا لا ندخل في السياسة، خلونا في السليم. تفضل. في أنشطة بسيطة خالص توصل للطلبة بأسرع ما يمكن لتعلم اللغة. يعني مثلا بالنسبة للمدارس، نشاط زي الإذاعة المدرسية، الإذاعة المدرسية بتعبر باللغة العربية، هو بيقول الإذاعة دي للطلاب كله، فبيحافظ على اللغة
ويقدروا ويبقوا ظاهرين. ده نشاط بسيط خالص شايفه ايجابي يعني بالنسبه للدول العربيه. وفي مسرح المناهج ان هم بيجيبوا القاعده اللغويه ويعملوا عليها ستيج مسرحي وبيقدموه في شكل نشاط. ده بيوصل للتلاميذ اسرع. يعني انا شايف ان احنا نشاطات صح شكل انشطه بسيطه بتوصل اسرع لل هي هذه النشاطات تاتي تحت بند يعني عندما نركز على الطالب والتفاعل، تفاعل الطالب ضمن الحصه الدرسيه كما قلت الاذاعه المدرسيه، حتى مثلا في الغرب هناك مثلا خلق كتابه مثلا كتابه مدونات على الانترنت، مجلات حائطيه، مجلات على الانترنت، طيب او مثلا تسجيلات صوتيه للطالب باللغه العربيه يشرف عليها مدرس اللغه العربيه، تسمى بودكاست بالانجليزي. يعني يمكن بدايه بسيطه كده قلت لما ندعم اللغه واحده واحده. والله رايت طلاب صينيين وطلاب من اليابان وطلاب من كوريا يتحدثون العربيه الفصحى والله بشكل سليم اكثر من الفصحى التي يتحدثها الطلاب العرب. في مؤتمر دبي كل كمان الناس بتتكلم الخط العربي، احنا ناسيين الخط العربي. الخط العربي جميل، حاجه جميله جدا، متنوع وفي شكل الحرف عامل ازاي، بيخش في تربيه فنيه والوان ومش عارف. هذا ياتي تحت بند ايضا مناهج تعليم اللغه العربيه. كيف نطور المنهج ايضا بادراج الثقافه، يعني من الامور الثقافيه الخط العربي وجماليات الخط العربي وتذوق الخط العربي. يعني لدينا الكثير من المفاهيم الرائعة. يعني مثلا أنا في برنامجي في المملكة المتحدة حضرت نشاطا ثقافيا يوما كاملا عن جمالية اللغة العربية، ودعوت بعض الخطاطين ليعلموا الطالب كيف يخطط ويكتب باللغة العربية. والله أن بعض الطلاب غير العرب كتبوا بخط عربي جميل أفضل من الخطوط التي كتب بها أبناء اللغة العربية أو وارثي اللغة العربية. لا كان يعني في كان يعني دعوت بعض الخطاطين جاءوا وتحدثوا أولا عن أنواع الخط العربي وجمالية الخط العربي وكيف نخطط بالخط العربي، وبدأوا معهم من الألف إلى الياء كيف يكتبون. بعض الطلاب مثلا خططوا أسماءهم، بعض الطلاب كتبوا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بأكثر من طريقة، بعض الطلاب تحدثنا بعد ذلك أو تحدثوا عن الفسيفساء وفن الفسيفساء العربي. وبدأ الطلاب، أحضرت مجموعة واسعة من الأقلام وأقلام التخطيط طلبتها يعني عبر الإنترنت جاءتني، وبدأ الطلاب يتذوقون حتى أيضا جمال فن الفسيفساء والتلوين. أريتهم على السبورة مثلا أو على السبورة الإلكترونية بعض النماذج من الفسيفساء العربي ودمج الألوان. بدأ الطلاب يدمجون الألوان، ليس فقط الطلاب، يعني عزمت الأكاديميين أيضا ممن يدرس اللغات أخرى، لأن الكلية التي أعمل بها تسمى كلية اللغات والثقافات، تدرس فيها أكثر من 20 لغة، اللغة التايلندية، اللغة الروسية، اللغة الإسبانية والفرنسية. حتى المعلمين أعجبتهم فكرة إدخال الفسيفساء العربي وفن حتى فن الرسم بالخط العربي. هم لا يجدون العربية، ولكن ما أعجبهم في يعني هذه الزاوية من الزوايا الثقافية كيفية الكتابة بالخط العربي. أريتهم مثلا يعني مثلا أنا أضع بعض في بعض الأحيان بعض الحلي المكتوبة بالخط العربي، أريتهم مثلا كلمة الله. يعني هناك الكثير من الأشياء، أبرزت لهم أشياء كثيرة جميلة فيما يتعلق بالثقافة وبالخط العربي. ويعني كان في نهاية أيضا في نهاية هذا الحدث الذي أقمته هناك بعض الأشخاص الذين كانوا يبيعون بعض الحلي بالعربية مخطوطة بالعربية، بعض المخطوطات العربية، يعني كان هناك إقبال كبير ممن لا يتحدث العربية فقط لأنهم يعني أعجبوا بجمال الخط العربي، تذوقوا الجمال. كما نحضر مثلا، أنا تعلمت اليابانية وحصلت على منحة للدراسة في اليابان في الماضي، تذوقنا فن كتابة اللغة اليابانية ويسمونها ستروكس، ضربات، يعني مفهوم الضربات، كل ضربة وترسم مثلا خط معين أو كلمة معينة تسمى بالكانجي مثلا.
أحببت هذا المفهوم وحاولت أن أطبق نفس المفهوم، أحضرت للطلاب أوراق كبيرة وأيضا الأقلام التي يغمسونها بالحبر حتى يكتبوا بالخط العربي. في البداية كنت متخوفة جدا بصراحة، يعني طلبت كل شيء وعزمت الخطاطين ولكني كنت متخوفة، يعني هل ستمشي الأمور على خير ما يرام؟ والله كانت نتائج رائعة، الطلاب يعني وقعوا في جمال الخط العربي، حتى في بعض الطلاب يعني جاءوا من أقسام أخرى وأرادوا دراسة اللغة العربية فقط، يعني هناك مادة تدريس اللغة العربية لغير، ليست لغير الناطقين بها، ولكن يعني فقط لتذوق اللغة العربية. يعني ارتفع العدد من 8 طلاب إلى أكثر من 35 طالب بعد هذا الحدث. جاء طلاب من مختلف، يعني من مختلف الأقسام، قسم الطب، قسم الهندسة، قسم الصيدلة، بعد أن تذوقوا الجمال. يعني علينا أن ندمج الثقافة أيضا بتدريس اللغة العربية، لا ندرسها في فرع. الموسيقى الموسيقى رائعة، يعني الموسيقى ربما سأتكلم عن هذا في إن شاء الله. الموسيقى أنا أغني مع طلابي بعض، يعني مثلا تحدثنا عن القصيدة الدمشقية، الطلاب يقفون وما شاء الله يقولون هذه دمشق وهذه الكأس والرح، يقدمون لغة الشعر والله بطريقة رائعة. يعني أقول لهم مثلا أنت الآن نزار قباني حدثني مثلا عن شيء معين، يقف الطالب ويتقمص شخصية نزار قباني أو أضع مثلا نزار قباني في الخلفية ويقول بيت الشعر مع نزار قباني. أدمج لهم الثقافة، مثلا عندما نتحدث عن البيوت، أنا مثلا هنا في هذا السياق عندما تحدث عن نزار قباني أشرت إلى البيوت العربية القديمة، البيت العربي ماذا يحوي، أريهم صور البيت العربي ماذا يحتوي، طاحونة البن جزء من طفولتنا، أريهم طاحونة البن ماذا يعني، ماذا تعني ثقافة القهوة في اللغة العربية. هناك أبحاث كبيرة وهناك الكثير من الكلام عن القهوة العربية والبن العربي وثقافة الضيافة في العالم العربي، كيف نقدم القهوة، يعني هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نستفيد بها. القهوة في الخليج كيف تختلف عن القهوة في مصر، القهوة التركية، القهوة العربية، يعني وكيف نحن العرب عندما يأتي شخص لدينا قهوة أهلا وسهلا وقهوة مع السلامة، يعني أشياء تبهرهم. يعني أدخل كل هذه المفاهيم، الغناء نغني مثلا لكاظم الساهر، نغني في بعض الأحيان لبعض عبد الحليم، يعني يخرج الطالب وهو يشعر كأنه وصل إلى مرحلة ما بعد السحاب. يعني كنا نغني مثلا قصيدة لنزار قباني غناها كاظم الساهر، يعني يعجبهم الإيقاع الغنائي، لو لم تكوني أنت في حياتي كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي. واللحن الموجود، يعني أنا يمكن أن أضع اللحن، الطلاب يغنون، يعني ليس لهم علاقة بالغناء ولا يخرجون حافظين للقصيدة فقط عن طريق الغناء، يخرجون وهم يتغنون بجمال العربية فقط الإيقاع، حتى الإيقاع العربي مثلا قارئة الفنجان، يعني جربناها مرة وخرجوا قالوا لي الآن نستمع، يعني هم ليس بالضرورة أن يفهموا كل شيء يغنيه عبد الحليم، ولكن يعجبهم اللحن أو النغمة، النغمات. قدمت لهم مثلا في سياقات مختلفة مفهوم السجع، سأتحدث عن هذا أيضا فيما بعد، يعني ما هو السجع وكيف يمكن، بدأت أحفزهم وبدأوا ما شاء الله يتحدثون بلغة السجع، والله العرب لا يعرفون عن السجع وكيف يمكن أن نتحدث بالسجع. مثلا بعضهم قال لي، يعني بعد أن قدمت لهم المفهوم دعونا نفكر، أعطيتهم بعض الأمثلة، رأينا بعض الأشياء على الشاشة، بعد ذلك قلت لهم أعطوني فكروا، البعض قال لي صليت المغرب في المغرب، رائع ممتاز، يعني تحفيز طالب أدى إلى تحفيز طالب آخر، أدى إلى تحفيز طالب آخر، بدأوا يكتبون ويتحدثون بلغة، يعني أعطوا أمثلة جملة واحدة فقط ولا جمل في السجع
والله يعني أنا لم أتوقع هذه النتائج، يعني كنت متخوفة لأني كنت أريد أن أتحدث، يعني كنت أنظر ما هي علوم والفنون الموجودة بالعربية وكيف يمكن أن أقدمها بطريقة سهلة سلسة ظريفة محببة لقلوبهم. والله لم أتوقع النتائج، ولكن يعني على مبدأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أنا نفسي كنت متخوفة، ولكن قلت والله لأجرب، سأجرب حظي. وبدأت أنا أيضاً أحب مفاهيم السجع والجناس والطباق، حتى مفهوم الجناس يعني أنا نقدمه لطالب، يعني إذا أنا كمعلمة قلت في نفسي المفهوم صعب لن أقدمه، طب قدموه بطريقة سلسة، بعد ذلك يمكن أن أتدرج. يعني أنا هذه السنة أول مرة أقدم هذه المفاهيم، ولكني بصراحة فوجئت واندهشت بيعني مدى حبهم واستجابتهم لهذه المفاهيم، ربما لأنني آمنت بها في البداية وانعكس ذلك على الطلاب. يعني إذا يعني آمنا بقدراتنا وطريقة يعني نجري تغيير بسيط، تغيير بسيط يؤدي إلى تغيير آخر. بدأت بفكرة الخط العربي، وبعد ذلك مفهوم القهوة العربية، بعد ذلك انتقلت إلى مفهوم آخر، من مفهوم إلى مفهوم، يعني بدأت بشيء صغير، يعني ننتقل من نجاح إلى نجاح. يعني أحببت فقط أن أشارك معكم تجربتي، ربما إذا قام بهذه التجارب أيضا معلمي اللغة العربية هنا سننتقل من نجاح إلى نجاح آخر فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية. شكرا لكم، وأعتذر عن الإطالة.